ورا مطربين، عزفت ورا تقريبا كل جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات، لا التسعينات مو كلهم يعني، لكن النجوم بيهم خلينا نقول. اكو مطرب ما تنسى ابد، التعامل وياه كان غريب نوعا ما. رياض احمد. ليش؟ رياض احمد انا احب يعني اول شيء فنان، فنان مليان، فنان عنده طاقه ما شاء الله، بس مبدع يعني، عنده طاقة عجيبة وعنده إذن موسيقية مو طبيعية. يعني رياض أحمد إذا غنى لك أم كلثوم، أو إذا غنى لك ريفي، غنى لك محمداوي، إذا غنى لك غافلي، إذا غنى لك جبير الكون، إذا غنى لك صبي، إذا غنى لك يا جماعة صبي ترى نغمة هاي اسمها خاف عبالهم يعني صبي ومسلم وشيع لا والنعم بالكل إذا غنى لك صبي، إذا غنى لك يعني حجاز، فنان مبدع زين ومثقف، ولو تجلس يمه ما هي لك تقوم من عنده. للاسف في وقت مبكر غادرنا زين، وكان صعب على المسرح. انا كان لما يجي رياض احمد، لما كنا نشتغل في اوتيل بالمسبح اسمه قصر الخلفاء، تحسب الحساب كنت يعني اي يعني يجي مثلا لو يجي مطرب اخر، كانت تجي سعاد عبد الله الله يرحمها، ابو مازن، ياس خضر، سعد الحلي الله يرحمه، بعض الفنانين، علاء سعد الله يرحمه، علي جوده الفنان الكبير الله يعطيه الصحه والعافيه، محمود انور ايضا، سهى البصري الله يشافيها ما ادري الله يرحمها، نقول ما اعرف شنو اللي نسمع عنها، اديبه، هذول اللي كانوا يغنون عندنا، هذول كل امورنا ماشيه وضحك النمره تخلص، لان النمره ساعه. ورياض شنو؟ بس رياض او رياض ينزل فيديت يعني اخر نمره ثنتين لثلاثه. اجى رياض يكون مغني بغير مكان ويكون يعني يجي مرتاح، فلازم شنو بدك؟ لو قد يعني العازف اللي ما يدبرها ما يطلع على الستيج والله العظيم. زين منو اكثر فنان قلق كان؟ فاضل عواد. مع احترامي له فنان كبير لا القلق هذا يضيف له، ودكتور ورجل على راسي من فوق يعني، فاضل عواد قلق ويعني من النوع اللي داق بالاشياء الموسيقيه. ليش؟ لان هو شوف اكو انسان شلون اقول لك، على سبيل المثال تجيب مثل لاعب مثل يونس محمود، يجي واحد لاعب يلعب بالشارع طوب هو اصدقائي، يقعد يتناقش وياه يقول لي هاي الضربه مالتك غلط، لا ما يقبلها طبعا ما في شربه. زين منو اكثر فنان كان يتاخر مثلا او فنانه ايه يطول بالبروفات او يتاخر عليكم يعني؟ مو احنا على فكره موضوع البروفات يعني اللي نسويه الان صار هسه موضوع بروفات، نسوي نجيب بروفه مثل ويا القيصر ويا الاستاذ حاتم، بس احنا الحفله البارحه لازم احنا قبلها بروفه كامله، الفرقه جايه، الاوركسترا، كمانجات، شلو، القانون. او يعني منو اكثر فنان يطول بالبروفات؟ يطول يعني ايام زمان كنا احكي لك يعني بصراحه اتذكر فنان او فنانه عادي اي اي اي, اي, اي يعني هو ليش يلح الفنان احيانا؟ مو تجي عدم ثقه بنفسه هو، لا بس حتى يطلع الشغل يعني بشكل قوي. اعطيني اسم بلا مقدمات. لا لا كان الله يرحمه مثلا كان صلاح عبد الغفور الله يرحمه، كان مثلا السهل رضا الخياط ابو ايهاب. زين منو اكثر فنان يفاجئك على المسرح على غفله وغنى اغنيه ما متفقين عليها وجوزته ما حافظها؟ رياض. هم رياض. رياض هو هذا الفنان ويطلع من يعني مثلا انت تعزف له، مسوي احنا بالموسيقى الموسيقى الناس يعرفون ده يغني بياس صول، فمن تغني بياس صول تغني مثلا تا لا 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 راسا هل راح رست على غير طبقه، هو يصير بالموسيقى فالموسيقى المشاطر يوقع يعني صعب. زين منو اكثر واحد بالفنانين اللي اشتغلت انت وياهم اللي يعني يحب انه يسمعك تسوي سولو، يطلب منك السولو؟ طبعا انه العازف تقسيمة يعني. نعم نعم سعد الحلي الله يرحمه ابو خالد، وحتى اكو مقاطع اذا شافيها بالجلسات واحنا جالسين حتى الكاميرا تاخذ الكاميرا يعني حتى نواة الزقاء يقولوا لي المصور قد منطي، قلت لهم لا بالاردني. زين سعد الحلي يعني يحب يسمع، لان سعد يغني بطرب وبروح غريبه عجيبه. سعد الحلي ترى قرينه العودوخي مع الفارق طبعا طبعا، بس احنا هنا يعني اعتبره مطرب شعبي، مو مطرب شعبي. سعد يغني باداء باحساس.